بشار رح نتابع حديثنا عن فوائد الصيام وأيضا رح نأخذ بعض النصائح بما يخص أهم الفيتامينات يلي لازم نعزز فيها جسمنا خلال هذا الشهر أكيد. عن الرياضة أيمت ممكن نمارسها وكثير من المعلومات مع الصيدلانية رشا الموسى. يسعد صباحك. يسعد صباحكم إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. رمضان خير إن شاء الله على الجميع. إن شاء الله. صباح الخير لإلك ونعاد عليكي. صباح النور. هلأ بداية حابة أذكر هيك لمحة سريعة عن الفوائد. مثل ما ذكرنا بالتقرير كان في فوائد وهلأ نفس الشيء حأرجع أعمل إعادة سريعة. هلأ أول شيء الإنسان الصايم بيصير عنده خفض للكوليسترول وسكر الدم. كيف؟ لأنه نحن لما يكون بالحالة الطبيعية الإنسان الغير صايم بياخد طاقة تبعه من الأكل، فالأكل الموجود بالمعدة بيتحول لسكر الجلوكوز عن طريقة نحن بناخد الطاقة. السكر وقت يزيد عنا كميات منه فبيتخزن بالكبد والعضلات. نحن بحالة الصيام نلجأ لهي المخازن فبالتالي بينخفض عنا الكوليسترول والسكر. بيصير عنا دور مناعي كتير كبير لأنه نحن عنا الكريات البيض بتتفاعل بشكل كتير كبير وبتزداد عددها. فلهيك نحن بيصير عنا، وخاصة الكريات البيض هي خط الدفاع الأول للجسم. أكيد. كمان نفس الشيء نحن بنتخلص من كل السموم المتراكمة بالجسم. يعني رمضان حالة صحية كتير، ومثلنا نحن بنعرف إنه صومه تصحه فإله فوائد كتير عديدة. هلأ ذكرت لكم هدول، وكمان بالإضافة لأنه هو بيفعل لنا الفلورا المعوية، بالتالي عنا بصير في دعم للجهاز الهضمي. فهي هي أهم الفوائد خلال شهر رمضان اللي بيحصل عليها الجسم. كل شيء عنا بيتفعل بشكل صحيح وسليم إذا طبعاً تلافينا الأخطاء اللي هلأ حضرتك هتذكري. أكيد نحن بنعرف نيرمين أنه أي شيء خبيث داخل الجسم الصيام بيساعد، أنه بيقولوا يعني هيك بالمعنى العام أنه بتتآكل يعني بسبب تمام. هذا الصيام، فهي من ضمن الإجراءات للأمراض الخبيثة أنه بيعملوا هاي الحمية اللي كتير طويلة كرمال لهذا. تماماً بيصير عنا عملية اسمها الالتهام الذاتي. الالتهام الذاتي هو تحفيز الخلايا التالفة. كل شيء هلأ السرطانات وهي بيكون عنا خلايا تالفة أو خلايا متموتة هي اللي بتعملنا سرطانات وأمراض خبيثة. بعملية الالتهام الذاتي مثل ما قلنا أنه بتتآكل. تمام بتتآكل هاي جوعانين تمام. فلهيك بيصير عنا هون حتى كمان نتلافى الشيخوخة وبيصير الشباب أطول، يعني بيرجع شبابه مثل ما بنقول. مشان هيك رشا بيقولوا هذا الصيام المتقطع دائما اللي بيمارسوا الصيام المتقطع مو بس مشان كحمية او خفض وزن، لا كمان مشان موضوع الالتهام الذاتي كثير بنشوفه. بدنا نسال باجواء رمضان الصائمين دائما بيخافوا من موضوع الصداع، كمان بنشوف اشخاص لا يتلافوا هذا موضوع الصداع يا قبل اللي بيجيهم، في ناس بعد من الافطار، في ناس قبل خلال ساعات الصيام، في اشخاص على وقت السحور فنجان قهوة دولت قهوة مع حبتين بنادول. كتير شفت هاي العادة عند كتير أشخاص، قديش صحية وكيف فينا نتلافى نحن موضوع الصداع؟ تمام. هلأ موضوع الصداع هو عم يجي أكتر شيء من العادات الخاطئة اللي نحن عم نرتكبها، اللي هي بتتضمن أنه نحن عم نتناول كمية من الكافيين. لازم نبعد عن التدخين لأنه التدخين هو اللي بيعملنا صداع. بتعرفوا أول ما يقول الله أكبر دغري المدخن بيروح بيتناول السيجارة، فهذا كتير يعني هذا هو اللي حسبب له صداع. والكافيين مثل ما قلنا، مثل يعني القهوة، النسكافيه، المتة، هي كلياتها بتحتوي على الكافيين. عنا كمان أكل السكريات بشكل مفرط بتعملنا صداع. أكل الملح الطعام يعني بتعرفوا كمان بتلاقوا نازلين ما حدا بيدوقه هو صايم فبيكتروا كميات ملح بالتالي بيعمل وجع راس كتير. كمان عنا هي أهم الأسباب. يمكن هي بس جسمنا يتعود أنه فات بمرحلة جديدة اللي هي إنسان بده ينقطع عن الأكل والشرب، فإجباري يعني نحن هلأ بدون ما تكوني صايمة بس تركي شوي يعني شغلي بعملك ما تاكلي، بتحسي أنه أنا راسي عم يوجعني ماني أكل اليوم. فهي يومين ثلاثة بيزبط البرنامج، يعني بتعود الجسم بصير في ترتيب جديد، وخاصة أنه الحالة الفيزيولوجية للجسم انقلبت. السهر هذا الطويل هو كمان عم يعمل صداع كتير كبير، قلة النوم. تمام. فالعالم عم تضل سهرانة للسحور، انقلب ليل نهار ونهار ليل، فهذا كمان من أهم أسباب الصداع. تمام. معناتها فنجان القهوة مع حبتين بنادول على السحور عادة خاطئة 100%؟ لا، نحن بنتلافى هدول. وفنجان القهوة مع البنادول أو اللي هو الباراسيتامول كثير غلط لأنه بيضاعف الكمية، يعني إذا أخذ حبتين مع فنجان القهوة كأنه صار أربع حبات أخذ. فهذا حلوة المعلومة. في ناس بتقول لك أنا باخذ حبة وتنتين وثلاثة ما بيأثر فيني. ما بعرف إذا هي القصة متعلقة إنه الجسم تعود على هاد التركيب فما بقى عم يقدر يتجاوب، بس صار بدك شيء أقوى منه. تماما. هلا أي دواء
بياخذوا الانسان على فترات طويله، فبصير عندنا الاعتياد، بصير الجسم بيتعود. هون ساعتها العالم تلجا لانه ترفع الجرعه، يعني اللي كان عم ياخذ حبه بصير ياخذ حبتين ثلاث حبات، او مثلا بصير بيغيروا، مثلا بياخذوا بنادول اكسترا كذا انه بيتضمن فيها كافيين، انه بصير الراحه اكثر، فلهيك انه بس من العاده. تمام. عم نحكي عن وقت طويل خلال النهار ما في اكل ما في شرب، الجسم اكيد بيحتاج لفيتامينات بيحتاج للمي، بنقول نحن بيروح للمخازن الموجوده ليستمد طاقته، ولكن في شيء تعويضي نحن مفروض بعد الفطور نروح عليه، ما نروح فورا لقصه الفطور والوجبات الدسمه والتخمه وهدول القصص. شو اهم الفيتامينات اليوم المفروض نحن يتواجدوا على سفرتنا؟ تماما. هلا الفيتامينات هي موجوده بغذائنا الرئيسي وموجوده كمان مكملات غذائيه. هلا برمضان الغذاء الرئيسي ما عم يكون كافي لكميه كل الفيتامينات، فانا بنصح بتناول حبه فيتامين من هالفيتامينات اللي هلا حاحكيها بعد الاكل طبعا. والحامل هون ما خص ابدا بهي الفيتامينات، لانه في اول فيتامين اي، فهذا ابدا ما بتاخده، هذا الحكي للعالم العاديين النساء غير الحوامل. اول شيء عندنا فيتامين اي اللي هو ريتانول. فيتامين اي موجود عندنا موجود عن بيساعد اول شيء على حمايه الكلى وبيساعد على الحمايه القلبيه، هاي اول فيتامين. ثاني شيء عندنا فيتامين بي، هو هذا له 8 مركبات اساسيه، وعلى راسه بيجي فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 اللي هو له دور بالمناعه وله دور بالحمايه العصبيه. هلا هذا له حلقه خاصه فيتامين بي 12 فانا ما راح اتعمق فيه كثير، بس بدي اقول معلومه انه اللي عامله يقص معده او الانسان النباتي خاصه برمضان هو بشكل عام بيكون عنده دائما عوز بهذا الفيتامين، فانه لازم ياخذه كمكمل. عندنا كمان فيتامين اي اللي هو مضاد اكسده كثير قوي. فيتامين اي كمان مضاد الاكسده، يعني بيدعم لنا المناعه. وفي عندنا كمان فيتامين كي اللي له هو من اهم انواع عوامل التخسر، هو بيعمل سيوله للدم، بالتالي بيحمينا من الامراض القلبيه. لازم كمان هذا يكون موجود بين الفيتامينات. هلا كمان عندنا فيتامين د يلي اكثر مشاكل جسمنا عم تكون من فيتامين د، مثل تساقط الشعر من شوي كنت عم تساليني، كمان مسؤول عنا نقص فيتامين د. عندنا هو بيدعم لنا صحه العظم، نحن عم نستمد فيتامين د مثل ما الكل بيعرف من الطاقه الشمسيه من الاشعه فوق البنفسجيه. ف كمان موجود هو ببعض الاطعمه اللي هي مشتقات الالبان والاجبان والمشتقات الحيوانيه بشكل عام، ولازم يتاخذ على معده مليانه. لهيك قلت لكم انه الفيتامينات هي هو وفيتامين اي بينحلوا بالدسم، فلهيك ما بصير الواحد اول ما قال الله اكبر يروح ياخذ حبه الفيتامين وياكل. طيب هاي الحبه اللي عم يعني الفيتامينات اللي ذكرتيها حضرتك موجوده ضمن حبه واحده. تمام. اليوم في تخوف كثير انه بخافوا انه تفتح الشهيه، بيقول لك في بين صبايا انه انا ما فيني اخذ هدول الفيتامينات بحس شهيتي صارت اكثر وبالتالي انه بيصير في زياده بالوزن. وضحي لنا هي النقطه وخلينا نحكي بس اليوم فيتامين د نحن قادرين ناخذه من دون ما نعمل تحليل اذا في نقص او لا؟ هلا تمام. هلا اول شيء على انه بيفتحوا الشهيه، المكملات الغذائيه ما نفتح شهيه ابدا، هي بس عم تعوض الفيتامينات والمعادن اللي ناقصه بالجسم، والمعادن لازم تكون بكميات كثير قليله ومحدوده. مثل مثلا معدن الزنك، غلط كثير انه ناخذه بكميه كبيره او مثلا من كذا مصدر، يعني ناخذ مثلا شفنا هون حب متعدد الفيتامينات وهون مثلا كمان فيتامين زنك على الحل، ما بصير ناخذه من كذا مصدر، لا خلص نتقيد بمصدر واحد كافي هذا الشيء. وهلا كمان مشان فيتامين د، هلا اكيد الافضل انه ينعمل تحليل، بس في جرعه وقائيه، هلا في منهم عم يجوا مثلا 280 وحده دوليه، هي مثلا جرعه وقائيه، اذا اتاخذت حتى لو الانسان ما نوع عمل تحليل بيضل بحافظ على مستويات فيتامين د بجسمه. واذا في نقص بتعدي اذا في نقص من هون ساعتها بنزيد الجرعه. تمام. تمام. اهم معلومه بما يخص الفيتامينات ذكرتي انه كلياتها بعض الطعام، يعني حكما بعض الطعام ووجبه تكون دسمه نوعا ما بتناول جميع الفيتامينات. تمام. هلا في فيتامينات مثل د واي بعض الطعام، هلا مثلا ب هو بينحل بالماء فعادي، بس انه كونه عم يجوا بكبسوله واحده فلا نحن بناخذها بعد الطعام. افضل. حتى بيقولوا حبه الكلس كثير ثقيله على المعده. تمام. ثقيله وبتعمل تخريش. طيب الحديد، حب الحديد ما بيعمل شهيه عند اي حدا بياخده؟ في عالم كثير بتقول انه عم تفتح شهيتي عليه. شو يعني لك تجربه؟ هي تجارب ونسب متفاوته، يعني في عالم عم تاخذها بيقولوا لا انه شهيتي مثل ما هي ما فتحت. انا من هدول الاشخاص اللي هنن
اللي ما بتفرق يعني الشهية نفسها بتضل بما يخص. في شهية في هي دائما في شهية بتكون. كمان بدنا نحكي عن موضوع الرياضة خلال شهر رمضان الكريم. بالختام طبعا أيمت ينصح بممارسة الرياضة خلال الشهر الكريم؟ تمام ولو سريعا. تمام. هلا في عنا نحن وقتين، بالوقتين بيصير قبل الفطور وبعد الفطور. قبل الفطور نحن ما بيصير يعني قبل الأذان بساعة فقط، مو بقلب النهار. يعني أكبر غلط إنه مثلا مارسها فترة الظهر، هون لأنه بتقل عنا سوائل بالجسم، بتروح مخازن الطاقة كلياتها، بتفرغ كل شيء طاقة عندها، ما بيصل الأذان إلا نحن يعني خلص على آخر نفس. فلا، هي الوقت المناسب إذا كان قبل الفطور فهو قبل بساعة فقط، وهذا للشخص يلي حابب يحرق دهون. بيلعب قبل الأذان هون لأنه بتكون مثل ما قلنا إنه عم تتفكك الدهون، فبالتالي عم ناخذ من المخزون. عم ناخذ من المخزون، فهون من العالم اللي حابة تقلل وزنها بتقدر تلعب. أما العالم الرياضية بتقدر تلعب بعد ساعتين من الإفطار، إلا إذا كانت وجبة كتير دسمة وثقيلة بنقدر بعد 3-4 ساعات، لأنه بيطول الجسم لحتى يهضمه. تمام. بالختام اكيد بدنا نتشكرك كثير اليوم لكل المعلومات الحلوه والجديده اللي قدمتي لنا اياها الصيدلانيه رشا الموسى. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، وهيك لنا لقاءات ووقفات ثانيه بصباحات ثانيه، شرفتينا اكيد باذن الله. شكرا لكم.